السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ندير واحد طورطة ولا واحد حلوة ديال لاكريم اللي كتجي زوينة وسهلة، وهي لا فوغي نواغ ولا الغابة السوداء. غادي نبدا على بركة الله في المقادير. عندي 5 ليضات، درت الصفر بوحدو مع قبصة الملحة، وغادي عندي البيض بوحدو، وعندي كاس ونص ديال السنيدة، وكاس ونص ديال الدقيق، ومعلقه ونص ديال الكاكاو المر. هذاك كاس ونص ديال الدقيق كملت به، ما درتش الدقيق كله، كملته بهذاك الكاكاو المر. وعندي خماره، غادي نطرب هاد الصفار ديال البيض مع السنيده حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. وهنا نسيت ما ذكرتش الفاني، غادي نزيدو ساوبة، وغادي نطرب هذاك الصفر البيض ديال البيض بوحدو حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. فاش كنت كنطرب في هذا الصفر ديال البيض درت واحد المعلقه ديال الماء، خلط هذا الدقيق مع الكاكاو المر الخماره، وغادي نديرو دابا على جوج مرات. دابا غادي ندير البيض ديال البيض، ودابا درت البيض ديال البيض، غادي نحركو من الاسفل الى الاعلى، نحركو غير بشويه حتى يندمج ليا مع العجينه. وهنا عندي المول، راه دهنته بالزبده وبالكاكاو المر، حيت عندي الكيكه فيها شوكولاته كحله، ما بغيتش ما خصنيش ندهن المول بدقيق ابيض باش ما يبقاش بين البيض فيها من التحت. صافي دابا الفران راه سخون، غادي ندخل الكيكه، غادي نشعل عليها من التحت حتى تطيب. هي ما كتطلبش وقت طويل بزاف. وغادي نخبطها دابا بحال هكا باش تجيني مقاده. صافي هادي هي لا جينواز كيف ما شفتوها طابت. دابا غادي نخليها ان شاء الله حتى تبرد مزيان، عاد غادي نقطعها ونكملو التزيين ديالها. دابا لا جينواز هي هادي طابت وقطعتها على ثلاثة. لا كريم فريش غادي نطربها هنايا مع السكر كلاصي حتى تولي ليا تطلع مزيان. وعندي عصير ديال البرتقال هو باش غادي نسقي. ودابا وكنصايب الشوكولات، غندير ليه صايبو على هاد الشكل.
وباش غادي نزين. تولي عندي هذا الشكل بحال شكل ديال النجارة بحال هكا. كيفاش كيجي صافي، انا غنستمر على هذا الشكل. دابا هي لاكخيم فريش طلعتها، غادي نبدا دابا بصايبها في الطبقة الأولى، غادي نسقيها بعصير ديال الليمون. صافي غادي نزيد طبقة أخرى، نزيد لهنا ونستمر الطبقة حتى نكمل. نسقيها حتى هي ونستمر نسقي وندير لاكخيم فخيش حتى نكمل. بالنسبة لاكخيم فخيش أنا ضربتها مع السكر كلاصي، درت 400 مليلتر سكر كلاصي مغربل بطبيعه الحال. وهاد الجوانب غادي نستعمل باش نزينهم، هاد الشوكولات اللي شفتوني قبيله درتو بالموس، والفوق غادي ندير هاد الشوكولات هذا هو اللي غادي ندير من الفوق. نهزها وغادي نستمر نزين، ندير هاد الجوانب كلشي بهاد بلاكخيم. بهاد الشكل ديال الشكلاط غادي نديرو من الفوق. غادي نديرهم في الجنابات. نكملها كلها في الجناب. صافي هذا اللي درت هنا غادي نديرو من الفوق. صافي التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيزين بطريقته. هذه طريقه مبسطه كندير
غادي نزينها بشوت، ندير حبة هنا. دابا نزينها بشوية سكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا فورنواغ اللي حضرنا اليوم. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم كيف ما ديما ما تنسوناش بالتعليقات ديالكم وبالاشتراك في القناة اللي كنتوما مشتركينش، وبلي لايك وشكرا. وبالنسبة للناس اللي ما مشتركينش في القناة كنرحبوا بهم باش يدخلوا ويشوفوا الفيديوهات ديالنا وباش يشجعونا باش نقدروا نزيدوا شي حاجة ان شاء الله احسن واحسن، وشكرا.